في الأثناء عزا النائب منصور البعيجي أغلب حالات الانتحار بين الشباب إلى الإنترنت والألعاب الإلكترونية، متهما وزارة الاتصالات بالتهاون في إغلاق المواقع التي صوت مجلس النواب على حظرها. مراحل الانترنت والالعاب مثل البوجي وكثير من الالعاب الانترنت والتي تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب العراق، ولكن مع الاسف هذا القرار لن يحترم من قبل وزارة الاتصالات، لان هناك بعض التشفير وتم الدخول ايضا على الصفحات والمواقع بفتح هذه القنوات التي حكرت المفروض من قبل مجلس النواب العراقي، والمفروض مجلس النواب العراقي يرسل او يستضيف السيد وزير الاتصالات ويحمله المسؤوليه باغلاق كافه المواقع التي تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب العراقي، لان هذه اعتقد هي الاكثريه والاغلبيه التي سببت في انتحار كثير من الشباب.